صباح الخير، صباح المحبة عليكم مشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا بكم في يوم جديد من صباحك وطن، هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر شاشة القنوات الرياضية السعودية يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع. تحية جميلة عليكم جميعا مشاهدينا الكرام، كذلك على زملائي طاقم برنامج صباحك وطن، أكيد تحية خاصة زميلتي ناهد الأحمد. صباح الخير. صباح الجور أكيد لك بندر، وصباح الخير لكم مشاهدينا، حياكم الله وين ما كنتم تشوفونا فيه في ربوع مملكتنا الحبيبة، وحلقة جديدة من برنامجكم يعني لحد الربوع. لحد الربوع يصير لحد الربوع أكيد صباحك وطن. إن شاء الله اليوم نتمنى يكون يوم حلو ويوم جديد ويوم جميل ويوم ممتع رغم الأجواء الحارة جدا، يعني ما يمدينا الأيام اللي طافت سواء في الليل ولا حتى في النهار، يعني بالنهار يقول واحد ما يقدر يطلع فيأجل طلعته لليل، والليل لما تطلع تقول النهار بالضبط وش كان. أنت كأنك تقول للناس اللي بعيد على الشرقية لا تجون ترى عندنا حر. شوف أنا مو بقايلة كذا بس إني يعني مع إنه الحر مع إنه الحر يعني أخف من الأيام الماضية. يعني أي أيام؟ الأيام اللي راحت كان في حر، بس اليوم يعني الحر يعني مش للدرجة اللي كانت الأيام الماضية بصراحة. شوف هو معروف حتى أن أوغست بالدرجة الحرارة اللي فيه تكون مرة مرتفعة ومرة عالية نسبة الرطوبة ونسبة لدرجة أنك تبحث عن أكسجين، فحتى المكيفات تعبت يعني، فهذا الموضوع اللي يعني الله يعيننا. الله أهم شيء ما يطفي الكهرباء. إيه من جد، في تدري إنه في بعض المناطق يعني ما أدري هي في موجودة في حياة الدمام، لكن أنا كذا مرة أشوف تغريدة إنه في تويتر إنه إحنا مقطوع عندنا الكهرباء، فأستغرب يعني والله العظيم جد يعني على عاتق شركات الكهرباء أعتقد حمل أكبر من اللي قاعد يصير. مفترض إنه يعني على الأقل في أجواء معينة ما نقدر إحنا يعني نتأقلم، ولا حتى لأنه الإنسان البشري في النهاية طبيعته ما تقدر تتأقلم عليها. برضو هم معذورين يعني نتيجة الأحمال الزائدة ممكن يكون هناك بعض الانقطاعات يعني لفترات بسيطة. وفي الشغلة الأخيرة اللي بنبه عليها أمس وأنا جاية من الدوام بندر على تقريبا الساعة واحدة وشوية، لقيت إنه في عدد من العمال قاعدين يشتغلون في الشارع، قاعدين في بعض المباني. صراحة هذا شيء مؤسف جدا، يعني تشوف العمالة في ظل هذه درجات الحرارة المرتفعة شغالين في عز الظهر، يعني صعبة صراحة. صحيح، ويعني سواء كانت حتى لو الأعمال تكون داخلية في البناء، في النهاية أوقات النهار احنا نعرف انها مرة حر واحنا قاعدين في البيت، فما بالكم انه برا. عموما نتمنى ان شاء الله يا رب انه دائما انتم تعيشون اوقات حلوة وسعيدة وجميلة، واليوم تنبسطون معنا. عندنا اليوم فقرات بعد حلوة مميزة. متى يا بندر؟ بعد الفاصل. اي ناسي بندر، بعد الفاصل. منذ الطفولة قد عشقت ربوعه، إني أحب سهوله ورضاه. وطن الحبيب، وطن الحبيب، وهل أحب سواه؟ وطن الحبيب وأنت موئل عزة ومنار إشعاع أضاء سناه. وطن الحبيب وأنت موئل عزة ومنار إشعاع أضاء سناه. في كل لمحة بارق أدعو له، في ظل حال عطرت ذكراه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وأكيد أولى فقراتنا بعض الأخبار اللي اخترناها من الصحف الصادرة لهذا اليوم، وأكيد البداية راح تكون مع ناهد. أكيد اليوم عندنا طبعا أخبار متعددة، طبعا أخبار رياضية. الخبر الأول نبدأ من جريدة الوطن، والكلام في تغريدات من قبل وفي حتى بعض الكلام اللي صار أنه ممكن العقوبات اللي على لاعبين يعني النصر والهلال اللي كانت طبعا اللي ما راح يلعبون فيها في كأس سوبر ممكن تلغي. اليوم عنوان في جريدة الوطن يقول عقوبات الهلال والنصر مستمرة.
رفضت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً أمس مشاركة اللاعبين الموقوفين في مباراة السوبر بين النصر والهلال في العاصمة البريطانية لندن. من جهة أخرى كشف عضو اتحاد القدم سياف المعاوي أنه سيتم الإعلان عن رئيس جديد للجنة الانضباط في أول اجتماع للاتحاد قبل بداية الدوري. من جانب آخر عين الاتحاد محمد الحميد وبدر الجبيري منسقين للنواحي التنظيمية لمواجهة السوبر. ومن جهة أخرى رفع قطبان العاصمة الهلال والنصر من وتيرة استعداداتهما لمباراة السوبر التي ستقام بالعاصمة البريطانية لندن في 12 من أغسطس الحالي. ففي الجانب الهلالي يختتم الفريق مباريات الودية بمعسكر التحضيري في النمسا حين يواجه مساء اليوم أوديزي الإيطالي على ملعب الأخير الذي يبعد عن مقر إقامة المعسكر يعني أيضا عن إقامة المعسكر بحوالي ساعتين ونصف الساعة، حيث ستعود البعثة مباشرة إلى المعسكر بعد نهاية المباراة حيث تقرر أن يواصل اللاعبون تدريباتهم الصباحية والمسائية. طبعا أتمنى إن شاء الله رب أن يكون المباراة صحيح يعني على قد اللي قاعد يصير. عن الكلام اللي قلتيه الآن أنه في تأجيل العقوبات أو أنه راح يشاركون اللاعبين اللي عليهم عقوبات فرضت عليهم عقوبات، لكن أنا من وجهة نظري أنه النظام مفروض أنه خلاص ما دام في عقوبه خلاص ياخذ العقوبات من بدايه الموسم. ما ادري بس انا من الناس ترى اللي انبسطت لما قالوا انه ممكن ترفع العقوبات. في بعض اللاعبين حتى لو في بعض يعني احيانا البني ادم يكون معصب ما يدري ايش قاعد يسوي، بس انه يعني حلو انه نستمتع في مباراه السوبر، بس انه عادي بالنهايه ايضا زي ما انت قلت بندر انه النظام نظام، وغير كذا يعني عشان هم بعد يتعلمون عشان الايام الجايه ما يكون عندهم الاستفزاز وان اي احد يعصب وما ادري انه لا يكون اكثر رواقه. صحيح. طيب انا عندي خبر من صحيفه اليوم، طبعا نرجع لدوامه تاجيل كاس الخليج، يعني كل سنتين نسمع هالدوامه لكن ان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع. من صحيفه اليوم اكدت ان الملاعب ستكون جاهزه بعد شهرين. هيئه الشباب والرياضه صدمت بقرار تاجيل خليجي 23، رغم أن قرار تأجيل كأس الخليج خليجي 23 جاء بناء على توصية من الاتحاد الكويتي لكرة القدم، فإن هيئة الشباب والرياضة الكويتية عبرت عن صدمتها وقالت إن الملاعب يمكنها أن تكون جاهزة بعد شهرين فقط. وقال أحمد الخزعل نائب المدير العام لشؤون الرياضة في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، الهيئة صدمت بقرار تأجيل بطولة خليجي 23 رغم وثوقها بجاهزية المنشآت الرياضية وعلى رأسها استاد جابر. وأضاف استاد جابر سيكون جاهزا في أكتوبر المقبل، اخترنا المنشآت المستضيفة للحدث وعرضناها على الاتحاد، إلا أن قرارات الاتحاد كانت متعنتة في اختيار استادات غير جاهزة. واقترح الاتحاد الكويتي تأجيل البطولة لإجراء صيانة للملاعب وزيادة قوة الإضاءة الحالية. وقال الشيخ طلال الفهد رئيس الاتحاد أن بلاده ستكون مستعدة في ديسمبر 2016 أو يناير 2017. حلو. اللي أنا سمعته في أحد الاستادات اللي كانت هي من أعتقد استاد جابر اللي أي. كان يعني تاريخ الاستاد هذا وغير كذا أنه يعني حتى المدرجات حقتها بدأت تنهار. صحيح. فما هو من المنطق ولا هو من المعقول ولا هو من يعني حتى انه مجرد ان احنا قاعدين نجازف والمشجعين يروحون لهذا الاستاد. موضوع انه تنقل او تؤجل كاس خليج، انا ماني من مؤيدين انها تؤجل، تنقل لاي دوله خليجيه مجاوره، انتهى الموضوع. يعني يكون في دوله خليجيه جاهزه للاستضافه، وقطر يعني هي اللي المفروض انها تكون جاهزه يعني لانه هي اللي بعد الكويت مباشره، ولكن يعني هذا قرار امناء السر في زملائنا الكويتيين كانوا زعلانين بندر من هذا اللي قاعد يصير، يقولون الكويت هي مصدر من مصادر كره متعتنا في كره القدم والكويتيين نفسهم احنا نبي. كانت نعم كانت فيما مضى صحيح انها كانت تضم نجوم عديدين، كانت في انجازات، اول منتخب عربي يحقق كاس اسيا، اول منتخب اسيوي عربي يتاهل لكاس العالم، يعني كان في نجوم، لكن الان لا تعليق بصراحه. احنا نتمنى باذن الله انه حتى الاتحاد الكويتي يتدارك الموضوع هذا، واشتقنا للكويت، اشتقنا للنجوم الكويت، اشتقنا حتى لو كانت البطوله في الكويت يكون فيها متعه غير يعني تكون جميله جدا، وبنفس الوقت يكون التصريحات حتى الطابع الخليجي يكون مختلف. نرجع لها ايضا، عندنا من جريده الشرق عندنا خبر يقول حوالات بنكيه منقوصه في بعض الانديه.
كشف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم عدنان المعبد أن بعض الأندية لا تقدم الحوالات البنكية الخاصة برواتب اللاعبين كاملة، رغم أنها من أهم شروط تسجيل اللاعبين الجدد في كشوفات الأندية، رافضا في الوقت نفسه تقييم تجربة اشتراط تسجيل اللاعبين بالحوالات البنكية. اعترف المتحدث أيضا باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن بعض الأندية لا تقدم الحوالات البنكية الخاصة، وقال المعابد للشرق مسألة الحوالات البنكية ليست جديدة، والاتحاد السعودي لكرة القدم وضع هذا الشرط من السنة الماضية وربط تسجيل اللاعبين بتقديم الحوالات البنكية لضمان عدم تراكم الرواتب والمستحقات للاعبين على الأندية وحتى لا تنتهي بشكاوي وغيرها، وأضاف لا يمكن في الوقت الحالي تقديم هذه التجربة إلا بعد انتهاء فترة التسجيل، ومتى ما رأينا أنها بحاجة إلى تطوير فمن الممكن إجراء تعديلات عليها. وعموما اتحاد القدم يبحث عن الطريقة التي تضمن العمل بشكل أفضل. بعدين يقولون الأندية مديونة وإنه مدري أكيد هو تحمل التكاليف الزايدة، أكيد أنه راح يكون فيه التكاليف الزايدة تجي من العقود المبالغ فيها في بعض اللاعبين، بس هذا سوق اللاعبين يعني لازم أنت مضطر يعني عندك نجم وجماهير النادي طالبك على طول انك تجيب نجوم للنادي، اكيد انه في الاخير لازم انك تدفع. راح ننتقل الى خبر طبعا راح يسر الجماهير النصراويه جماهير العالمي، ومن صحيفه اليوم، وهو تحسن اصابه هزازي يعيده قبل السوبر. النصر يرفض مطالب الاماراتيين ودسيلفا يكثف الجرعات التدريبيه. رفضت إدارة النصر مطالب نظيرتها في نادي النصر الإماراتي بتأجيل مواجهة الفريقين الودية حتى يوم الأحد، وهو ما رفضته إدارة النصر كون الموعد قريب من مواجهة السوبر المقررة الأربعاء المقبل، وهذا ما جعل الإدارة النصراوية تكثف اتصالاتها مع فريق الشعب عن طريق مدرب الفريق خورخي دا سيلفا، الذي قام بالاتصال بمدرب فريق الشعب المصري طارق العشري، وتم تحديد يوم غد الخميس موعدا للمباراة، وهي ستكون المواجهة الودية للشعب في معسكره الخارجي المقام في ألمانيا. وكان الشعب قد تجاوز في آخر تجاربه السبت الماضي فريق بالتيك موست التشيكي بخمسة أهداف دون مقابل. جميل. أيضا نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن نحن بعد نستمتع بعودة هزازي. أكيد. الجماهير متعطشة جدا يا هزازي، نتمنى بإذن الله أنك أيضا تكون قد يعني حتى الجمهور يستانس، مو شرط النصراوي، حتى كل الجمهور. جماهير المملكة جميعا تستانس يعني. ننبسط لما نشوف بالنجم لما يرجع السابق مستواه ويرجع للبروز السابق. صادق. آخر خبر عندي من جريدة الشرق، طاقم حكام سعودي لمواجهة اليمن والبحرين. كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم دولي سعودي لقيادة مباراة اليمن والبحرين المقررة في 8 سبتمبر المقبل في الدوحة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. ويتكون طاقم التحكيم السعودي من الحكم تركي الخضير ويعاون بدر الشمراني وخالف الشمري ومحمد الهويش حكما رابعا وسلمان النمشان مراقبا للمباراة. كما كلف الاتحاد الدولي أيضا عبد الرحمن الزيد لتقييم حكام مباراة الأردن وكيرغيزستان التي ستقام في 3 سبتمبر المقبل في نصف التصفيات، وكذلك اختار محمد السويل لتقييم حكم المباراة، وأيضا كلف يوسف ميرزا بتقييم حكام مواجهة قطر وبوتان المقامة في الدوحة في التصفيات المؤهلة للمونديال. كذا يكون خلصنا أخبارنا. أكيد. خلصنا أخبارنا، وراح بإذن الله نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نرجع مع ثاني فقرات البرنامج. يجيبوا لنا مويه الكنترول. أكيد.
حفل قدم يستاهلك يستاهلك ومن سقى غرسك عرق دمع ودم يستاهلك يستاهلك ومن رعى صحر الظما ابل غنم يستاهلك 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 حنا هالك يا دارنا برد وهجير حنا هالك يا دارنا وخيرك كثير حنا هالك يا دارنا برد وهجير وحنا هالك يا دارنا وخيرك كثير فوق فوق هام السحب وإن كنتي ثرى فوق فوق هام السحب فوق فوق عالي الشهب يا أغلى ترى فوق فوق عالي الشهب مجدك لي قدام ومجادك ورا وين حكى فيك حسادك ترى ما درينا بهرج حسادك أبد انت ما مثلك انت ما مثلك بهالدنيا بلد والله ما مثلك بهالدنيا بلد شرع وحكم يستاهلك يستاهلك ومن رفع راسك على كل الأمم يستاهلك يستاهلك. إذن رجعنا لكم مشاهدينا من جديد وأكيد عدد كبير من الأشياء اللي احنا دائما نشوفها في الصباح ومو بس في الصباح في يومنا بشكل عام يكون عندنا نسبة كبيرة من التفاؤل والسعادة لما نشوف أشخاص حقيقيين قاعدين ينجزون على أرض الواقع. اليوم ضيفتنا وضيفنا إحدى طبعاً قادمة من البحرين وضيفنا طبعاً موجود معنا خلينا نرحب اليوم في عبير رسلوم وهي مدربة تنمية بشرية من ذوي الإعاقة. حياك الله عبير صبحك الله بالخير ونورتينا اليوم في صباحك وطن. صباح النور ويا هلا يا مرحبا. أنا جداً جداً سعيدة أن أنا أكون موجودة بين ناسي وأهلي في بلد الثاني مملكة العربية. الله يحييك. حياك الله أختي عبير. كذلك نحيي الأستاذ تركي العجمي وهو مدرب من ذوي الإعاقة من الصم صحيح؟ أي نعم تركي العجمي. نقول لكم صباح الخير. صباح النور. صباح الخير له ولك عبير. رأيك نبدأ من البداية يعني البحرين احتضرت تقريبا يعني تجربة أول كوش أصم في العالم العربي وكان بطلها سعودي واستطاعت تحويل الحلم إلى واقع الذي بات في مجال التنمية البشرية في ممكنة في عالم الإعاقة. خلينا نتكلم على هالموضوع أكثر يمكن العنوان يشد لكن لما نجي لأرض الواقع نبي نعرف تفاصيل بعد. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء يعني الكوشنج هو علم جديد فالناس قاموا يتسائلون شنو هو الكوشنج شنو هو الكوشنج. فعلا انا بالنسبه لي انا ما اعرف ايش بالضبط يعني فواد ناس قاموا يتسائلون. انا قبلك يعني قبل كم شهر فانا كنت مثلك يعني انا دشيت مجال التدريب لي 4 سنوات مجال التدريب في مجال التنميه البشريه وتطوير الذات. لكن يوم قاموا الناس تسال وما هو الكوشنج فالكوشنج هو معناته التدريب الشخصي او التدريب المصاحبه. يعني انه اللي يحاول الكوش معناته المدرب الشخصي يحاول انه يفيد الشخص العميل او المستفيد الشخص الاخر. يعني كلنا عندنا اهداف وكلنا نمر بضغوطات كلنا نمر بمراحل تغييرات في حياتنا احيانا نحتاج حق الدعم حق التوجيه فالكوش هو يوفر هذه الأداء والوسيلة أنه هو يحقق الدعم ويحقق يساعده في تحقيق أهدافه يحاول يبسط له الأمور فهو يكون معه من البداية إلى النهاية. والحلو أنه في الكوشنج فما يكون العميل أو المستفيد الطرف الثاني هو صاحب القرار فالكوش ما هو إلا مجرد أداة داعمة فقط فالكوشنج في العميل فهو اللي بيكون صاحب قرار أول ما يكون صاحب قرار خلاص يبتدي معه هذه الجلسة. الحلو في الأمر أن الكوش يحاول أن يستثير أفكار الطرف أو العميل يحاول أن هو يكون صاحب القرار ويتوصل حق الحلول بنفسه يقوي ثقته بنفسه. هذه عامل جدا مهم أن هو يحقق التغيير الإيجابي في حياة الشخص الثاني. فهذه بشكل اختصار هو الكوش. حلو حلو جميل عبيد. طيب طبعا البطل السعودي اللي هو الكوش تركي مباركي العجمي يعني يعتبر أول كوش أصم في العالم العربي صحيح. أثبت بإرادته القوية ونجاحه الذي أضاف الجديد إلى عالم الكوش وعالم الإعاقة ليكون
في مصاف المتحدين للإعاقة وأضاف إنجاز مشرف للمملكة العربية السعودية. إحنا نبغى نسأل في البداية كيف دخل هذا العالم؟ يقول أول شيء أنه هو دخل مجال الكوتشنج في البداية أنه أولاً كان أنه عن الترجمة، كان هو علمني لغة الإشارة في البداية. فأول شيء هو يعني تردد يوم شاف أنه هو بيكون أول كوش مجال الصم، فيعني شجعته وأنا اللي طرحت عليه الفكرة، فقال يعني مع الأيام مع الوقت إن شاء الله راح يتسهل هذا الموضوع علما. فلأن الكوش أول مرة فتشجع أنه هو بيكون هو الأول من يكون في مجال الكوشنج. فيوم شافه هناك المدرب عمر مرزوقي من عمان هو اللي قام تدريبنا وقيادات، فيوم شافه قال هذا مؤهل انه هو يكون الكوش لان شافه انه هو شخص ايجابي. فكان الطريق جدا واضح بالنسبه له، في البدايه كان مو واضح بس عقب صار واضح. فهو كان حاب انه يتعلم ما هو الكوشنج، فحاب انه هو يدخل مجال الكوش لكون انه هو اول اصم في العالم العربي والوحيد من المتكلمين. فيقول في البداية الترجمة كان صعب لكن عقب كان سهل. فيقول الحمد لله أنه هو يشوف نفسه مبسوط أنه دخل هذا المجال والحمد لله. جميل. طيب عبير تركي، الموضوع أنكم يعني تكونون، أنا طبعا خاطري من جد أني أسأل تركي بس للأسف أن أنا يعني ما أتقنها، لكن في أكيد أي حد يدخل مجال جديد تحسين أنه صعب، فما بالك أحس أنتم مجالكم بعد الموضوع شوي صعب لأنه إحنا نفتقد تقريبا يعني نقدر نقول عنها يسمحوا للمشاهدين ثقافة مجتمع للتعامل مع فئة عزيزة كثير علينا ويعني ويؤمنون انه عندهم موهبة. طبعا الحين الحمد لله الصورة هذه اختلفت صحيح. لكن ما زال الى الان يمكن الجميل بعد الموضوع انه تركي علم عبير بالنسبة للغة الاشارة عبير علمته عالم الكوش. جميل. طيب وش الصعوبات؟ بقول لكم شغلة في البداية، يقول الحمد لله هذا شيء من رب العالمين. بالنسبة حق ثقافة المجتمع، ثقافة ذوي الإعاقة اللي خلاني كوني أنا من ذوي الإعاقة السمعية، فاللي خلاني أدخل هذا المجال اكتشفت إنه لازم إحنا ننشر هذه الثقافة إن أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، أنا ما عمري سميتهم ذوي الاحتياجات الخاصة، أسميهم ذوي الإبداعات الخاصة، لأن أؤمن تمام الإيمان إن من داخلهم شيء فيه قوة، إن الصم أو الجميع أو المعاقين فكلهم سواسية، فما في فرق بين أي أحد، فكلنا إحنا نفس الشيء. فاحنا داخلنا قوه، فعندنا هدف نحبه، فالطريق واضح، بس نحتاج حق دعم من الجميع. جميل. طيب وراي تركي بعد في الموضوع ده؟ يقول ابدا، يقول انا ما اخذ الموضوع بشكل سلبي ابدا، يقول انا سليم يعني 99% اذا بس واحد انه ما يسمع، بس انا عندي العقل السليم هذا اهم شيء. الله عليك. اوكي. يقول في البدايه يعني الكل يقول الكل قام يستغرب هناك، يعني يوم كان في المحاضره دي الكل قام يستغرب، يعني يقول هو ما شاء الله يعني ما كان يقول انا سليم 100%، فاللهم بس اني فقدت السمع، لكن انا الحمد لله ان اقدر اواصل حياتي بشكل طبيعي. الاشخاص يقولون فيقول الناس العاديين فيظنون انه هو عنده مشكله، يقول هو ابد ما عنده مشكله، يقول انا عندي قوه اني اواجهه، بالعكس ابي اتعلم، في عندي رغبه اني ازيد مداركي. يقول فهم في يقول في البدايه يعني كان عنده شويه مشكله دي، لكن يقول الناس تشوفه انه بصم ويتحرك وياخذ يمارس حياته بشكل طبيعي، فالكل مستغرب يعني، لكن الحمد لله ان احنا نكون قدوه، نكون قوه، نكون دافع حق الجميع المتكلمين والناس السليمين، فاحنا مو معاقين، احنا اقوياء. الله. احنا اصحاب اراده. بالعكس يعني انا اؤمن دوما يعني ان احنا اللي احنا نحس فيه احنا عنده احتياجات خاصه، او نقول احنا ذوي الابداعات الخاصه وكلنا شرف احنا نقول ذوي الابداعات الخاصه، احنا عندنا القوه ان نقدر نعطي العطاء. الحياه بسيطه يعني ابسطها، كان عندنا امس ورشه عن التغيير في البحرين، كان تعرف الكل قام يعني الكل كان جاي سلبي واللي عنده مشاكل، فيوم شافوا تركي قالوا ما ودنا ان تنتهي الدوره، بالعكس احنا يعني هو اعطانا دافع قوه ان نشوف حياتنا نمارسها بشكل طبيعي، فكان جدا كان هاله من الايجابيه.
بالعكس الكل قام بيتعلم، قال ها علمونا يعني أيه. الكل كان عندهم نوع من الرغبه انه بيتعلمون لغه الاشاره، يبون يدخلون عالم تركي، عالم الصم يعني. فهو يعني الصم عالم جميل، عالم سعيد، عالم واضح، عالم القلوب طيبه، في حب، في مساعده. فانا جدا فخوره ان للعلم هو اللي علمني لغه الاشاره، انا اشكره. بالعكس اعطاني المجال ان ادخل اشوف. شلون التقيتوا في بعض؟ احنا ما سالناكم السؤال هذا. شلون التقيتوا في بعض؟ شلون يعني وين بالضبط اول مره تقابلتوا مع بعض؟ انا بقول لكم شغله، انا طبعا انسانه نشطه في مجال مواقع التواصل الاجتماعي ممتاز. وانشر المجال، فان يعني انشر مجال الثقافه الايجابيه، رسائل ايجابيه. ففي الانستغرام طبعا يتابعوني ناس على مستوى جميع الاعاقات البصريه السمعيه، الكل كان يتابعني، فهو كان من احد المتابعين حق ان انا انشر هاي الثقافه. فانا صرت اني سويت الانستغرام الحساب في السناب علشان ان الكل يستفيد وذي. فهو الوحيد اللي تجاره كتب قال انت قاعده تتكلمين، فانا اشوف ايش تبتسمين، انا اشوف ايش تبتسمين، بس احس نبعك انت شو تقولين. فعلى الاقل كتبه وذي، قلت له انا ضعف بس ما اعرف لغه الاشاره، قال لي ان شاء الله انا بساعدك. فطبعا يعني توفرت الوسائل التكنولوجيه والوسائل الحديثه، فاحنا نستغلها بشكل صح انه يطور الانسان ونفيد في المجتمع. فصار صدفه انه بس قام يعلمني، انا عندي رغبه اني انا اتعلم اي شيء حطه في راسي. قلت لكم احنا يعني عندنا التحدي فاي شيء خلاص. جميل، تجربه هي تجربه يعني انا اشيد فيها تجربه جميله. لكن على صعيد زملاء تركي يعني كيف كانت نظرتهم لتركي بعد ما تعلم العالم هذا من الكوش؟ كيف نظرتهم حق حق تجربه تركي؟ ايوه اي العالم كيف نظر حق تجربه تركي؟ زملاء تركي بالنسبه لنفس الاعاقه كيف انظروا للتجربه دي؟ طبعا قلت له شنو كيف النظره وشنو الاضاف لك ايضا يعني في عالم الكوشنج في الصم. يقول الاضاف شيء جديد، اولا ان اصحابه يعني عطوا الدافع انه هو يستمر، هذا شيء جديد. وشيء جديد انه هو تنور فكرته ايضا. فيقول حب انه يتعلم اكثر. يقول الكل يستغرب انه هو شلون كوش في مجال الصم، وهذا بحد ذاته كان استغراب. ثاني شيء ان الطريقه انه ياخذ في مجال الكوش، القم قام يتساءل، الكل قام يعني يقول شنو مصادر القوه؟ صار مصدر قوه، كان ضعف صار مصدر قوه. فصار انه هو يضيف اشياء جديده في مجال عالم الصم. يقول انه هو اضاف ويبي يضيف شيء جديد في مجال، مو بس شيء جديد في مجال العالم ذوي الاحتياجات الخاصه. في سؤال بعد؟ اي طبعا في اسئله اكثر من سؤال يعني. قبل كل شيء لازم احنا كلنا نبتسم، فالحياه بسيطه. انا مره مبسوطه، ما تتخيلين، لازم نكسبها بجدارة. انا مره مبسوطه فيكم، مره فخوره كثير يعني مو شوي. الحمد لله، ان شاء الله دوم يكون ايجابيه حوالي. خلينا نسالك عن تجربتك في التنميه البشريه وتدريب التنميه البشريه. انت متى بداتي؟ ايش الدورات اللي تقدمينها بالضبط استاذ عبير؟ انا الله يسلمك، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد برجع اقول ان مجال التنميه البشريه، انا للعلم اول مدربه مجال التنميه البشريه ذوي الاحتياجات الخاصه في البحرين. فانا من قبل كان دخلت مجال عمل التطوعي، مجال ان خدمه ذوي الاحتياجات الخاصه. فقلت انا احب ان اخلق شيء جديد. مو احنا نظن ان كان عندي مبدا مهم جدا 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 اؤمن فيه. قلت عاده المجتمع هو اللي يخدم ذوي الاحتياجات الخاصه. قلت ليش ما اقلب النظريه واقول ليش ما يكون من ذوي الاحتياجات الخاصه او المعاق نفسه هو اللي يخدم المجتمع؟ لان اؤمن انه هو انسان فعال، انسان منتج، وانسان قادر على احداث التغيير. فمن هذا المنطلق انا دخلت وقلت بالعكس قد ما اقدر ان اكتسب هذه الوسائل. ومجال التنميه البشريه تطوير، مجال تحفيز، مجال التغيير الايجابي، مجال تطوير الذات. لان اؤمن ايضا ان الانسان هو اساس ونواه المجتمع. اذا احنا استثمرنا في الانسان
فالبشرية راح تتغير، فالتغيير يبتدي من داخل الإنسان. فأنا قلت لازم أستثمر في الأشخاص، في أطور من ذاتهم، يفهمون ذاتهم، أنهم يتغيرون في حياتهم، أنهم يتعاملون مع الموضوع يعني بشكل إيجابي. فهني إذا هو حدث تغيير داخله بيحدث التغيير إن شاء الله في المجتمع. طيب بسألك عبيرة، بك تسألين أوش الإشارة هذه؟ نفس الموضوع أنه قلب عادي يعني الإشارة إيه هذه قلب ها؟ هاي يعني قلب إيه كذا أوكي، لكن معنات المحبة أحبكم. أوكي كذا أحبكم؟ أحبكم جميل كذا أحبكم. أحبكم أوكي بس أنا طيب بداية جيدة ها؟ يبيلي إن شاء الله. طيب اللي بقولكم يا أبي أسأل تركي، حياته الخاصة كيف؟ يعني كيف يمارسها؟ أصحابه، عمله، هو متزوج ولا لسه باقي كذا؟ يعني عرفتي أبغى كيف يمارس حياته اليومية بطريقة حتى لغة الإشارة هذه بعد تخدمه؟ أقول لها هذه سؤال خاص. يقول أبداً ما عنده أي مشكلة، يقول بس إنه هو ما يسمع لكنه هو أوكي، لكن بالعكس يقول أنا مارس حياتي، أروح عملي، أتواصل مع الأشخاص، يقول أتواصل مع الأشخاص، أتواصل مع ربعي بكل يعني بكل بشكل طبيعي. يقول قبل كان عنده مشكلة إنه ما في عدم توفر وسائل المواصلات، شلون يقدر يتواصل، لكن الحين إنه يقول توفر كل شيء، فصار في برامج جديدة، فصار يتواصل مع الناس، يتواصل مع الصم، فيتواصل مع أصحابه كلهم صم؟ أصحابه كلهم صم؟ يقول يعني هو أصحابه من الصم وعنده ناس بعد أيضا متكلمين سليمين ما فيهم أي شيء، فمتاح الوسائل، فالموضوع كلش ما عنده أي مشكلة والموضوع بشكل طبيعي. جميل. طيب جميل حلو. أستاذ عبير إيش الخطط أنت وتركي، يعني السؤال لكم اثنينكم، إيش الخطط المستقبلية اللي راح إن شاء الله تمشون عليها وتخططون؟ يقول أولاً إنه هو يفكر إنه هو يحقق الإفادة في عالم الصم، إنه شنو مستقبلاً يكون أو واحد. ثاني شيء إنه هو يبي يكون مدرب، ويكون مدرب مؤثر، يبي يأخذ المعلومات وعلشان ينقلها. يقول يحاول إنه هو أيضاً إنه يكون يجمع أحد أصحابه من الصم اللي يكون فعلاً مؤهلين، إنه هو بعدها يدخلها مجال الكوتشنج أو التدريب، ويدخلها مجال المحاضرات. يقول أنا ما أبي إنه بس يكون يعني أنا مو بروحي، ترى في غير متحمس يبي يكونوا مثله، فهو يبي يقدم لهم الدعم ويقدم لهم وسائل المساعدة، فإن شاء الله بيساعدهم إنهم يستفيدون عن طريق المحاضرات، إنه هو تدوير الفكرة، تدوير المعلومة وتدوير الإيجابية، هذه الحركة إنه هو ينقل هذا الشيء. جميل. يقول أنا ما بأناني إنه أخذ الشيء لنفسي، بالعكس أنا شيء أضيفه وأضيفه لهم، فهو عنده نوع من روح المبادرة والتعاون مع الصم. يقول إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني يقدم الدعم وقدموا له هو الدعم. استحق الدعم فعلا. طيب بالنسبة لك إيش الخطط المستقبلية؟ أنا خطط المستقبلية عقب ما تعلمت لغة الإشارة وصار عندي مفتاح سري، فبالعكس أكيد ناوي يعني على شيء كبير. هذا يصير المهنة الحين، فبالعكس أنا لا أنت من الحركة هذه واضح إنه يعني نوعا ما، فبالعكس يعني نوع من الدعابة والظرافة، بس بالعكس مثل ما قال تركي أنا بالعكس أنا معه يد بيد، أنا بساعد الصم، لأن من زمان أنا كل الإعاقات أعطيتهم حقهم إلا الصم اللي كنت مقاصرة، فالحين أبي أنقل أكون حلقة وصل بين عالم الصم، عالم الصم، أبي أساعدهم، أبي أحقق لهم التغيير الإيجابي في حياتهم، أبي إن هم يتعلمون أشياء جديدة، أبيهم يعرفون شنو معنى الابتسامة، أبي يعرفون إن الحياة حلوة، أبي يعرفون إن يعني إحنا نحبهم، متكلمين كامل يحبون لغة الصم، فهي الإشارة حق الجميع، فأنا جدا فخورة. أنا أطمح إن أترك بصمة مؤثرة في حياة الكل، مو بس ناس من الصم ولا من الاحتياجات الخاصة، حتى من الأسرياء.
اكيد تركت بصمه في حياتكم وفي قلوبكم، وانتم تركتوا بصمه ايضا جميله وفي ديرتي الجميله المملكه العربيه السعوديه. فانا متفائله وان شاء الله يعني، وللعلم انا قاعده انسق مع مركز تدريب في البحرين، مركز ابراز للتدريب، المدير التنفيذي عبد الله بن شوق. فهو بالعكس لي امس يقول لي عبيره، يقول لي امس حياهم الله الصم من السعوديه، اي احد اللي يعز عليكم احنا نقدم الدعم، نقدم محاضرات. فبالعكس هاي حلو ان احنا ننسق ما بين السعوديه والبحرين، نحقق اوجه التعاون. احنا الشباب الخليجي قوه، فاحنا مو بنعزل، بالعكس مو بغلط ان احنا قاعد نضيف يعني نعزل الشباب السعودي عنده مشكله واحنا البحرين عنده مشكله، لا بالعكس أبداً. احنا يربطنا لجسر واحد بس أكيد. لكن القلوب ولا واحنا كلنا يد، مثل ما شلتونا احنا نشيلكم، ومجتمعنا مجتمعكم، اشخاصكم اشخاصنا. وانا كلي وكلي اقولها كل يعني انا كلي دعم وكلي موجوده من اجلكم، سواء كان في السعوديه ان شاء الله في اي مكان في العالم. انا اؤمن بقضيه ذوي الاعاقه، انا بالعكس ابي احدث التغيير، ابي يكون اشخاص من ذوي الاعاقه هم يكونوا مؤثرين في المجتمع، منتجين يتركون بصمه، مثل ما نشوف تركي قاعد انه يترك بصمه وبصمته حلوه ويحفز ويكون دافع حق الاول والتالي. فانا ارغب انه بجميع الناس انهم فعلا يحققون هذا التغيير وفعلا يحققون هذه البصمه المؤثره. فالحياه مهارة احنا لازم نكسبها بجدارة بإذن الله. طيب على السريع قبل ما نختم معاكم، أبغى كل واحد فيكم يقول رسالة تحية ورسالة حب حب كذا لأشخاص وقفوا معه. كل في حياتنا احنا لازم يكون في أحد واقف معنا. أكيد أكيد. من الشخص اللي الآن تتوجه الكاميرا، كاميرا رقم كام؟ اثنين ولا؟ اثنين كاميرا التركي اثنين. قول لمين شكرا؟ للجميع، أشخاص وايد في حياتي، أولاً نقول حق الصم، يقول حق الصم من السعودية أحبكم، خلكم أصحاب قوة، فيقول هو ما عنده أي مشكلة، بالعكس كل شيء واضح، فمختلط على شوي الموضوع. ما اعرف شو يقول هو الحين اساسا. يقول حق اللي ساعدني واللي تفاعل معي، يقول انا اشكركم من غير اي احد. طبعا يقول عمر المرزوقي المدرب عماني يوصل الله شكر، لانه هو اللي اؤمن فيه وانه هو فعلا قال انه انت فعلا صاحب إيجابية ويقول أنا أحبك. خلي يشوفنا عمر. يشوفنا أكيد. يقول عبد الله أيضا أبو الشوق في البحرين اللي يدعمه، بتذكر بس أهلا عبد الله. أوكي بس أنا أقول شكرا أنك ساعدتني. ف يعني مو بعرف يعني مشاعر إيجابية وايد مختلطة، فخلانا نبتعد عن شيء اسمه الروتين والرسميات، فاحنا قاعدين نتعامل بمشاعر والقلوب صادقة، ابتسامة جميلة، بصباح جميل نابع من المملكة العربية السعودية. ويعني فأنا جدا سعيدة. احنا نقول الأستاذ عبير سلوم والأستاذ تركي العجمي، احنا انتم مثال رائع جدا للتجربة الجميلة، لهذا الاضفاء على برنامج صباحك وطن، اضفتوا لنا شيء كثير، يعطيكم العافيه، شاكرين لك حضورك من مملكه البحرين الغاليه علينا جميعا كسعوديين. على قلبي والله صراحه. انا من اليوم وطالع مو بس راح يعني اسميهم، وحتى راح اسميكي عبير انت كمدربه تنميه بشريه، ولا حتى مدرب شخصي لا او كوش لتركي، انتوا مدربين او انتوا زي الانسولين التفاؤل والسعاده والايجابيه. انا اليوم ما تتخيلوا فعلا بعثتوا لنا ايجابيه يعني لا ما تتخيل الحماس التفاؤل اللي انا فيه الان بسببهم، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الطاقه الايجابيه، فعلا خذوا الطاقه السلبيه واعطوني طاقه ايجابيه صباحيه. اشكركم كثير، ممتنه لكم، احبكم.
كذا صارت اوكي ومن كل قلبي ومره شك القلب لا هذه ما يصير ما يضبط معي ابدا ترى ما تضبط لكن هاي تضبط بس انا مره احبكم من جد ومره شكرا وعلى راسي من فوق عندي كلام بسيط اسري ايوه قولي كلام اخير للجميع فلا حد يستسلم حق الحياه الايجابيه مو في الابتسامه فقط ولا والشعور ان احنا ننبسط الايجابيه ان احنا نتعامل مع حياتنا ونواجه تحدياتنا بقوه فهو بحد ذاته اكبر ايجابيه وطبعا بالاضافه ان احنا نبتسم نبتسم على نعمه الحياه نبتسم على نعمه الصحه نبتسم على نعمه كل شيء جميل في حياتنا فابتسموا لكل شيء جميل في حياتكم لا حد يقول مشكله وهم وما ادري ايش فالابتسامه هو مفتاح لكل شيء فالابواب الصغيره ما تفتحها للمفاتيح الابواب الكبيره ما يفتحها للمفاتيح الصغيره والمفاتيح الصغيره بيدكم كلكم داخل قلوبكم في ابتساماتكم يعطيك العافيه شكرا شكرا لك يا استاذ عبير وشكرا للاستاذ تركي انا بعد البرنامج اي شغل تبون انا من جد يعني اعطتني ايجابيه كثير هي الاستاذ تركي عبير والله الوقود كل يوم عبير لا 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 الخطاب رسم انه يتوظفون عندنا اثنينهم عشان الشباب الباقيين اشوف حتى المصورين ما شاء الله اشوفهم يعني متنعنشين في شغله طبعا الكلام اللي قالته عبير مره مهم بس وحنا نعرفه ترى كلنا يبتسم للحياه يا اخي والله العظيم الدنيا ما تستاهل حياه حلوه بس نفهمها ترى نقولها بس من يعني اتفه الامور عضو النزعه مدري وشو السياره تعطلت ما رد احد انت مثلا مواعد تحس انه ما ادري تعصب واحد يطيح من الدبابه طبعا سعود قاعد ياشر فلان هو راكب سعود المصور طبعا هو طبعا يعني سائق دباب فعشان كذا يقول ان الحياه مره حلوه اكيد حلوه واحنا راح ننتقل من فقرتنا ذي اللي كنا سعيدين فعلا فيها الى فقره اخرى ولكن ان شاء الله بعد هذا الفاصل مشاهدينا لا تروحون بعيد للمواطن من صوى حزام خيرك ما وفتها لقلام
سلمان للجزيرة درع وامان الله يديمك يا سلمان للجزيرة درع وامان للشهامة انت عنوان أهلا فيكم مشاهدينا الكرام من جديد. أكيد أن في الحلقات السابقة تكلمنا كثير عن صيف وفعاليات الشرقية. اليوم احنا جبنا المنفذ لهذه الفعاليات اللي شاهدت جميع المواطنين في الشرقية كذلك الزوار والسواح. احنا جبنا اليوم للحديث حول هذه الفعاليات وصيف واللي هو الأستاذ خالد ناصر الغامدي وهو منفذ صيف الشرقية. صباح الخير أستاذ خالد، حياك الله معنا في صباح الخير. صباح الخير عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام من شرقية الخير. الله يحييك. حياك الله أستاذ خالد، خلينا نبدأ معك. طبعاً إحنا ممكن قبل 3 أيام أتوقع إنه خلص المهرجان وحتى خلص صيف الشرقية، كيف أنت شايف تفاعل العالم خصوصاً مع الأجواء اللي كانت حارة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني المنطقة الشرقية أولاً موقعها السياحي بين دول الخليج وتواجدها في هذا الموقع، بالإضافة إلى أنها تعتبر ثاني أكبر منطقة جاذبة للسياحة في المنطقة في السعودية، فكان علينا دور كبير حقيقة لتنظيم فعاليات مميزة نحاول نشرك جميع شرائح المجتمع في فعاليات منوعة. وكانت هذا العام حقيقة هناك شراكة استراتيجية بين أمانة المنطقة الشرقية وغرفة الشرقية، فكانت هذه الشراكة حقيقة مثمرة، أصبحت جميع الفعاليات تحت مظلة واحدة تشرف عليها هذه الجهتين، والحمد لله يعني حققنا منها هدف جيد وعدد حضور جيد في جميع مواقع الفعاليات، سواء كانت في المواقع المغلقة زي المجمعات التجارية أو في الصالة الخضراء أو أيضا في الواجهات البحرية في الدمام والخبر. نعم، يمكن الشيء الأبرز في صيف الشرقية لهذا العام هو الجو. الجو كان مؤثر بشكل كبير. أنتم كيف وجدتوا الإقبال على الفعاليات وعلى المهرجانات، خصوصا أنتم برضو يعني عملتوا شيء بعض الاختلاف في السنة دي؟ طبعا بكل تأكيد أنه عامل الجو عامل سلبي بالنسبة لنا في المنطقة الشرقية في فعاليات الصيف، فكان هناك تركيز على الفعاليات في المواقع المغلقة مثل الصالة الخضراء، كانت هناك فيها فعاليات المجمعات التجارية وهي مواقع متواجد فيها الجمهور يومي، بالإضافة تم تجهيز موقعين في الواجهة البحرية بالدمام وواجهة البحرية بالخبر بخيام مغلقة مكيفة جاهزة لاستقبال الجمهور في ظروف الطقس الحالية في المنطقة. جميل. طبعا احنا عندنا لقطات اتوقع عند الشباب في الميدا بيست ونبي نشوفها، يعني احنا عرضنا تقارير لها خلال حتى فترة الأيام اللي طافت. بس خليني أسألك أستاذ خالد وتسمح لي بالسؤال هذا، الحين احنا أي ما يقولون مهرجان على طول يجي في بالنا فعاليات مسرحيات ألعاب نارية تطوير، أو حتى صار الروتين في المهرجانات، حتى احنا صرنا ما عاد نروح المهرجانات نقول خلاص احنا عارفين إيش الآلية. أنتوا لكم رؤية مستقبلية أنه أنتوا مثلا تغيرون في الأشياء، ممكن أنكم أنتوا عندكم حتى بعض نقدر نقول عنها بعض المساحة اللي أنتوا تطورون في هذه الأشياء؟ طبعا انا خليني اكون صادق معك في هذه النقطه بالتحديد. احنا هناك ضوابط، يعني هناك عادات وتقاليد في المملكه وفي المنطقه الشرقيه بالتحديد، يعني كل منطقه مناطق المملكه تختلف حسب عاداتها وتقاليدها. احنا هناك ضوابط لكن نحاول دائما الابتكار. هذه السنه وهذا العيد صارت فعاليه من فعاليات الالعاب الناريه النهريه على سبيل المثال، كانت تعتبر على مستوى الخليج هي الاولى، يعني على مستوى الخليج صارت في الخبر بس صارت بشكل يعني اكبر بكثير في القطيف، وكانت فعاليه مميزه جدا. يعني تحت يعني لو قلنا احنا عندنا عادات وتقاليد نبغى ننظم فعاليات يعني تكون من ضمن عاداتنا ومن ضمن تقاليدنا نستطيع تنظيم فعاليات، ولكن لن نصل الى ما وصل فيه مثلا في اوروبا ولا في مثلا في دبي، عندنا عادات محافظين عليها. بالاضافه الى انه نحاول استضافه الفرق العالميه، يعني استضافه فرق مميزه سواء كانت في الاعلام في التلفزيون زي مثلا فرقه طيور الجنه كانت من الاردن، كانت مفترض انه كان عندنا فرقه بس صارت عليها اشكاليه كانت من المغرب احد الفرق الفائزه في برنامج عرب جوت تالنت مثلا، فنحاول نبتكر دائما. والان مع امانه المنطقه الشرقيه هناك عقد بيننا وبين امانه المنطقه الشرقيه في وضع خطه استراتيجيه لتنظيم الفعاليات لمده 3 سنوات. هذه الخطه الاستراتيجيه اعتقد انها هي اساس حنبني من خلالها فعاليات مميزه سواء فعاليات رياضيه او ثقافيه او اجتماعيه تكون على مستوى الحدث في المنطقه الشرقيه، وفعلا يكون هناك سياحه، يكون هناك فعاليات،
يعني نتمنى حقيقة أن يكون في هناك زوار للمنطقة الشرقية من جميع مناطق المملكة وبالإضافة أيضا من دول الخليج المجاورة. طيب أنا بس اسمح لي بندر، أنا ماني بضد يعني أستاذ خالد، ماني بضد أنه مثلا عادات وتقاليد، لكن أنا أقول لك أبي فاجئني أنا كمتلقي كمواطن وكمتلقي وكزائر، ما بيعرف مثلا أنه في أشياء معينة خلاص أنا صرت أعرفها في كل مهرجان، عرفت هذا اللي صحيح هذا صحيح اللي أنا عارف إيش تبغى توصلين رسالة، لكن خلينا أقول لك، هل أنت زرتي مثلا مهرجان الخبر السياحي؟ إيه وزرته الأخير؟ لا الأخير طبعا ما طيب. مهرجان الخبر السياحي الأخير اللي كان قبل 5 شهور مثلا، يعني كانت هناك 3 مسرحيات على مستوى كبير جدا لأول مرة تدخل منها، أول مسرحية كوميدية رعب كان فيها الممثل عبد العزيز مسلم مثلا، كانت أول مرة في المنطقة، لكن للأسف شديد أنه نحن يعني عندنا قناعة أنه جميع الفعاليات التي تنظم في المنطقة غير جيدة وأنها غير ممتعة يعني هذه قناعة موجودة عند بعض الناس، لكن هناك فعاليات ناس يعني ما تشوفها إلا مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تشوف الإعلام، يكون عندهم من الأول حتى مهما أعلنت مهما قدمت كإعلانات أو كدعاية للفعاليات تجد أنه هناك يعني للأسف شديد أنه في سلبية عند بعض الناس أنه ما فعاليات في السعودية أو فعاليات في المنطقة الشرقية فعاليات عادية، لكن لا هناك فعاليات في القطيف، كانت عندنا الآن في واحدة فرحانة تونا منتهين من المهرجان واحدة فرحانة، كانت هناك فعاليات مميزة، كانت في مسرحيات، كانت فعاليات ثقافية، فعاليات ترفيهية، كانت في فعاليات رياضية، الآن إحنا عندنا بطولة رياضية الآن توها بادئ الأسبوع الماضي لبطولة صيف الشرقية تحت راح نتكلم عن هذه البطولة كذلك، يعني هذه من الفعاليات أيضا تعتبر مميزة في الواجهة البحرية كذلك. أستاذ خالد راح نتكلم عن المسرحيات، لكن لما أقول صيف المنطقة الشرقية معنى ذلك أن أعني الخفجي الأحساء الجبيل، أنتم كيف وجدتوا أو كيف لمستوا رضا أهالي مثلا هذه المحافظات من بالنسبة للفعاليات والمهرجان؟ طبعا أنا أكون صادق معك، يعني يمكن إحنا تخصصنا في حاضرة الدمام والقطيف، هذا تخصصنا أو منطقتنا اللي منطقة العمل حسب العقد المبرم مع أمانة المنطقة الشرقية، لكن الشيء المفرح أنه كل محافظة من محافظات المنطقة الشرقية ابتداءً من حفر الباطن إلى الأحساء تقيم فعالية وتقيم مهرجان خلال فترة الصيف، يعني حفر الباطن الآن عندها مهرجان من أجمل المهرجانات حقيقة اللي نظمت في هذه المحافظة، رأس النور على سبيل المثال عندها أيضا مهرجان جميل جدا حقيقة في رأس النور، الآن في القطيف تونا منتهي الأسبوع الماضي أو قبل 3 أيام، الدمام، الخبر، حتى الأحساء، فكل مناطق كل محافظات المنطقة الشرقية تقام فيها فعاليات، وأيضا يعني لو قلنا أيام العيد لاحظنا يمكن غرفة الشرقية تبنت موضوع الألعاب النارية في جميع محافظات المنطقة الشرقية، ففي اهتمام من أمانة المنطقة الشرقية ومن غرفة الشرقية أن تكون هذه الفعاليات ليست في الدمام فقط أو في الخبر، بل تتوزع على جميع محافظات المنطقة الشرقية. طيب خليني أرجع لك على موضوع المسرحيات، المسرحية التي أقيمت في واحدنا فرحانة تقريبا بطولة محمد العجيمي، كثير من الناس يعني ما شافها أن هذه المسرحية اللي تستاهل أن الواحد مثلا يدفع ويجي، أنت إيش رأيك في هالموضوع؟ طبعا شوف، المسرحيات هذه أحد الفعاليات الثقافية جميل. وإحنا دائما نحاول التنويع، يعني نحاول أن تكون كل مهرجان من يختار المسرحيات؟ بعطيكم طريقة الاختيار، أن في كل الفعاليات يكون في تنوع في الفعاليات، فالفعاليات الرياضية مطلوبة، الفعاليات الثقافية مطلوبة، الفعاليات الاجتماعية مطلوبة، فعاليات الترفيه مطلوبة. فالفعاليات الثقافية احنا نحاول نسوي لجنة خاصة بتقييم الأعمال الفنية. وأيضا لها بعض المعايير. مسرحية سر الطبخة اللي كان بطولتها محمد العجيمي وخالد العجير من الكويت، وأيضا باشتراك بعض الفنانين من المملكة العربية السعودية، عرضت في منطقة الرياض قبل 3 شهور، كان لها إقبال جيد. إقبال ممتاز في الرياض. فأحببنا أن نستخدم هذا العنصر اللي كان ناجح في الرياض يقدم بطريقة أخرى في المنطقة الشرقية مع إضافة عناصر من ممثلين المنطقة الشرقية، فأعتقد أنه كانت الفكرة أنه نجيب عمل ناجح وقدم قبل كذا في المملكة العربية السعودية ولاقى استحسان الجمهور ويقدم بطريقة مختلفة على خشبة مسرح في منطقة مختلفة، فهذه كانت تصور بالنسبة لهذه المسرحية بالتحديد. لكن نظمت 4 مسرحيات أخرى كلها من بطولة فنانين المنطقة الشرقية، ويمكن 3 مسرحيتين بالتحديد كانت من القطيف، من محافظة القطيف، كلهم ممثلين من محافظة القطيف، ففتح المجال لأبناء المنطقة من ممثلين من المبدعين بالمشاركة في تقديم أعمال مسرحية، بالإضافة إلى استضافة عمل من خارج السعودية باستضافة مشاهير مثل الفنان محمد العجيمي وخالد العجيرب اللي لهم جمهورهم في المنطقة. سألتك ناهد عن اختيار من اللي يختار المسرحيات. شوف اختيار احنا هناك يعني بنود معينة في موضوع المسرحيات، كل نص مسرحي مفترض انه يفسح من وزارة الإعلام، فنحن نقيم الأعمال حسب النص، نقيمها بلجنة، هناك لجنة في أمانة المنطقة الشرقية اسمها لجنة الفعاليات والمناسبات، تقدم كل العروض
تجمع كل العروض المقدمة، ثم تبدأ تقيم العمل المسرحي عبارة عن فنانين مشاركين كعناصر، بالإضافة إلى نص مسرحي، بالإضافة إلى سيناريو أو يعني في خلينا نقول في شغلات مثل الديكور مسرحية، إعلانات المسرحية، الناس الموجودين في المسرحية. لكن هذه الطريقة من الشهر القادم ستختلف تماماً. الآن أمانة المنطقة الشرقية خصصت موقع إلكتروني خاص لاستقبال كافة العروض الخاصة بالفعاليات. ممتاز. يعني أي شخص يريد تقديم فعالية، أي شخص مهما كان، سواء فرقة إنشاد، سواء مسرحية، سواء فنان، سواء بطولة رياضية، يستطيع خلال الفترة القادمة دخول على موقع إلكتروني مخصص لهذا الموضوع، تقديم كل ما يعني يخص هذه الفعالية. يقدم فعالية، يعني ليس تقديم الفعالية مربوط بمؤسسات تجارية أو شركات إنتاج، يعني أي شخص يستطيع تقديم العمل عبارة عن نص مسرحي مثلاً، إذا قلنا مسرحية عبارة عن نص مسرحي، ممثلين مشاركين، تكاليف هذا العمل، وسوف تدرس كل هذه الأعمال عن طريق لجنة الفعاليات والمناسبات في أمانة المنطقة الشرقية. حلو. أنا أتكلم عن المسرح، معليش نهد تسمحي لي بهالسؤال، أنا أتكلم عن المسرح لأن المسرح شيء مهم في حياة الإنسان. أنتم تحرصون على مثلاً اختيار النجوم ولا على الرسالة اللي من خلالها توصلون، من خلال المسرح توصلونها للجمهور؟ أنا عشان أكون صادق معك، النص المسرحي بالنسبة لنا هو الأول، يعني في التقييم يقيم النص المسرحي، والنص المسرحي هي رسالة. صحيح. ماذا سيقدم للجمهور؟ ماذا سيستفيد الجمهور؟ هل يحاكي مثلا مشكلة اجتماعية؟ هل سوف يحل مثلا مشكلة موجودة في البلد؟ هل سوف يكون عامل محفز لمثلا لزرع مفاهيم معينة؟ ومن ثم موضوع النجوم، موضوع النجوم أيضا مهم، وهذا يعتبر عامل جذب للجمهور، لأن الجمهور مش بالسهولة يعني يحضر لأي عمل مسرحي. لكن أنا خلينا أطمن يعني الأخوان في المنطقة الشرقية، يعني إحنا في خلال أقل من سنة جبنا نجوم من الخليج بالكامل، يعني جبنا يمكن فايز المالكي مثلا، جبنا طارق العلي، جبنا عبد العزيز مسلم، جبنا محمد وخالد، جبنا أسعد الزهراني مع فهد الحربي، كل الناس هذول نجوم سواء من المملكة العربية السعودية أو من دولة الكويت. صحيح. أو من دول الخليج، فجبناهم خلال 9 شهور. إحنا كنا نقيم هذه الأعمال، نقيم على عدد حضور الجمهور، على الرسالة المستفادة من هذه المسرحيات، لأنه في رسالة يجب أن تصل من خلال هذه المسرحيات، فنحاول نتأكد أنه فعلا هذه الرسالة وصلت، والحمد لله إن شاء الله أنه في رسائل وصلت، وما نقول أنه والله هذا الحد المكس الأعلى بالنسبة لنا أن نصل له، لكن عن طريق الموقع الإلكتروني، عن طريق 3 سنوات القادمة، الاستراتيجية القادمة، أعتقد أنه حتكون هناك أعمال مميزة، حيكون في إنتاج أعمال مسرحية خاصة بالمنطقة الشرقية، وليست فقط هي استضافة أعمال موجودة حالياً، وإن شاء الله حنشوفها خلال الأيام القادمة بإذن الله. طيب خلينا نسألك أبو ناصر على موضوع جدا مهم، اللي هو موضوع الشباب السعودي ومجال الإيفنتات وحتى تنظيم المعارض. أنت شاب سعودي وما شاء الله قاعد يعني بمجالك ويعني وقاعد تبدع فيه وقاعد تبغى أفكار كثيرة، هل أنت تشوف أن مثلا هذه أو أنك أنت ابن البلد وقاعد تعطي تنظيمات مثلا مثل هذه والفعاليات، الجمهور قاعد يتقبلها أكثر؟ كانت انت ممكن انك انت يعني تبدع اكثر، تشوف العالم وش تبي يعني سواء كان في الشرقيه ولا في الرياض ولا حتى في جده؟ شوفي، في البدايه حقيقه كانت صعبه، الموضوع كان مش سهل، يعني دخول في هذا المجال خاصه انه يعني مش تخصصك هو صح في الجامعه، مش تخصص، لا مش تخصص حقيقه، يعني انا دارس في هندسه كهرباء ميكانيكيه بعيده كل البعد عن موضوع الاحتفالات، لكن كانت هوايه، تعرفين الهوايه قد تكون هي يمكن افضل بكثير. صحيح. من مهما درست لن تحقق، يعني لن تستطيع الابداع زي ما تكون في هوايه خاصه فيك، لكن انا اؤمن حقيقه بالقدرات وبطاقات الشباب والشابات في السعوديه، فنحاول دائما ندعمهم. الان في المنطقه الشرقيه يعني خلال يعني من عقدنا مع امانه المنطقه الشرقيه حاولنا ناسس فرق ترفيهيه، فرق خاصه بالانشاد، فرق اطفال ما كانت موجودة عندنا في المنطقة. صحيح. ما كانت موجودة عندنا في السعودية. صحيح. فجالسين نحاول أنه والله نغير هذا المفهوم، نحاول نطلع الفرق، نحاول نخلي فيه ناس مبدعين، يعني ساعدتنا بعض البرامج التلفزيونية، ساعدتنا بعض المهرجانات والفعاليات في المناطق المحيطة، حتى برامج السوشيال ميديا ساعدتنا، السوشيال ميديا ساعدتنا، لكن ما زلنا نطمح أنه عشان كذا بابنا مفتوح، نطمح أنه كل واحد نقول له، أي واحد، وندعو الآن عن طريق التلفزيون، نقول أي شخص لديه أي فكرة لفعالية معينة يحب انه ينفذها ويشوف على ارض الواقع، ترى الباب مفتوح، ما في احد. انتم راح تتبنونه ان شاء الله؟ نتبناها الان، يعني كل الواجهات البحريه، كل الملاعب، كل المتنزهات، حتى الصالات الرياضيه، حتى القاعات الموجوده، كل هذه المواقع ممكن تنظم فيها فعاليات، لكن نريد اشخاص يقدمون فكره جيده، ممتاز، تنفيذ مميز،
واحنا جاهزين. جميل. طيب انتم اقمتوا نشاط هو بطوله صيف 36 لفئتين، فئه الشباب وفئه الكبار، نبغى تحدثنا عن هذا الموضوع. طبعا البطوله حقيقه هي ضمن الفعاليات الخاصه او المخصصه للشباب، وتعرف هذه الشريحه مهمه بالنسبه لنا، شريحه الشباب. يعني هناك توجيهات حتى من يعني من مقام اماره المنطقه الشرقيه وسمو الامير سعود بن نايف امير المنطقه الشرقيه، حقيقه يدعم دائما الفعاليات الخاصه بالشباب ويوجه دائما لابتكار فعاليات مميزه للشباب. الشباب شريحه مهمه جدا، حاولنا هذا العام ان نقدم لهم فعاليه مميزه في الواجهه البحريه بالدمام، ما حاولنا نطلعهم برا المناطق اللي هم يحبونها. حاولت امانه المنطقه الشرقيه بانشاء ملعب ذو مواصفات عاليه حقيقه في الواجهه البحريه بالدمام، بس مره حار. لكن شوفي حقين الكوره ترى ما عندهم وش اللي حقين الكوره، مو بانسان مثلنا. لا بس على فكره يعني يشربون مويه وفي طيب. مكيفات يعني يبردون شوي. عموما الفعاليه هذه الملعب هذا يشيل 11 لاعب. طيب. قد تكون هي من الملاعب القليله جدا في المنطقه اللي تشيل 11 لاعب في منطقه مزروعه بالنجيله. لا ملعب جميل، انا شاهدت له صور، جميل جدا. فملعب جميل جدا في الواجهه البحريه. يمكن ناهد صحيح، خلينا نقول احنا ما نظمنا بطوله، بتحصلين في ناس يلعبون كوره في الايام هذه بعد صلاه العشاء وبعد صلاه العشاء وفي الرطوبه العاليه. فاحنا الان حاولنا نجمعهم في تنظيم فعاليه مميزه، حاولنا نبتكر شوي، نرسل رسائل. الفعاليه هذه هي فعاليه اساسيه اسمها فعاليه بطوله كره قدم او بطوله كره قدم، لكن في فعاليات مصاحبه مع البطوله، سواء كانت بعض الفعاليات الثقافيه فيها استضافات، فيها تكريم، فيها رسائل. يعني انا يمكن من الشغلات المميزه انا اتمنى حقيقه انكم تنقلون العباره الموجوده على تيشيرت كل فريق. يعني نحاول عن طريق احد الجمعيات الخاصة بمكافحة المخدرات وعلاج المدمنين أن نصل رسالة من هذه الدورة أنه والله فعلاً أنه في هناك بعض الجهات اللي ممكن تعالج المدمنين أو اللي يتعاطون المخدرات عن طريق جمعية معينة. فحاولنا عن طريق هذا التجمع الرياضي أن نبرز بعض الرسائل المهمة حقيقة عن طريق فعالية رياضية تقام في المنطقة. جميل. اللي احنا ودنا يا ابو ناصر انه ما يكون بس الفعالية في شهر معين، مو صح. بس اوغست ولا حتى الفترة يكون فيها، حتى لو كانت اجازة انتم مستمرين المفروض طوال السنة، ويا ليت لو تكثفونها بعد فترة البرد. يعني تعرف يعني بعد الواحد كذا يتنشط ويروحون عاد الشباب ينبسطون كثير، يعني بدل ما يكسرون سيارات الحارة يكون عندهم على الاقل ملعب موجود. لا بالعكس والله جميل، يعني اللي قاعدين تسوونه جميل بالنسبة للبطولة هذه. لكن قبل لا نختم هو سؤال اخير، يعني ايش وسائل الجذب للجمهور؟ بالنسبه للجمهور انتم ايش الوسائل اللي حطيتوها على اساس انه والله انا كجمهور اجي اشوف؟ طيب اول شيء من الهدف الاساسي للبطوله وجود فرق للكبار وفرق للشباب، هذا يعتبر عامل جذب، لانه كل فريق معاه جمهوره، كل فريق يجي معاه ناس، الشباب يجون معاهم حتى بعض العائلات ويستطيعون يستمتعون في الواجهات البحريه، بالاضافه الى ان هناك هدايا يوميه تقدم للجمهور، هناك جوائز للاعبين، فهذه الجوائز اللي رصدت والهدايا توزع يوميا هي عامل جذب للجمهور، بالإضافة لبعض الإعلانات. الناس اللي تبغى تستمتع في الواجهة البحرية ممكن تشوف بعض المباريات، خصت لهم مدرجات خاصة لهم، وأتوقع الجميع أنهم حيكونوا مستمتعين في بطولة رياضية مميزة. يعني كل الفرق المشاركة تعتبر من أميز الفرق الموجودة، فرق الحوالي الموجودة في المنطقة، وأتمنى حقيقة أنه حتى يتم الاستفادة من هذه البطولات، يعني باكتشاف مواهب رياضية جديدة، بإرسال رسائل اجتماعية وثقافية زي ما قلنا، هذا بشكل عام. جميل. يعطيك العافيه استاذ خالد ناصر الغامدي، وانت منفذ الصيف الشرقيه. طبعا انتم مطالبين باكثر ان شاء الله، وراح تشوف ان شاء الله في الاعوام القادمه ان شاء الله باذن الله اكيد بعض التطورات وبعض التغييرات في فعاليات مهرجانات الصيف الشرقيه باذن الله تعالى. يمكن بس ارد على الاخت ناهد بخصوص المهرجانات، هناك روزنامه للفعاليات في المنطقه الشرقيه. ايش قلت انا؟ في 8 مهرجانات. الان احنا صحيح انتهينا من صيف الشرقيه، لكن نعمل على احتفالات اليوم الوطني وعيد الاضحى المبارك اللي بتكون ان شاء الله في بعد شهر ونص من الان. ممتاز. عموما قواكم الله ويعطيكم اكيد الف عافيه ومزيد من التوفيق والنجاح لكم. يعطيكم العافيه وشاكر لكم هذا اللقاء. يعطيك العافيه. اذا مشاهدينا لما احنا نتكلم ايضا على التفاؤل والسعاده والحيويه والنشاط، وعاد يلعبوا كوره في اي وقت ما عندكم مشكله، يعني سواء كان حر ولا برد. شوف هو كلامه صحيح، انتم اصلا شباب قد ما احنا نتكلم معكم اللي يحب الكوره بيلعبها اي وقت.
زي ما انتم تقولون والله انت حار برد ما عنده مشكله. اعرف اللي ردك اللي الحين يدور في بالك، انتم تحبون تروحون السوق حتى لو كان زحمه. احنا نحب نروح السوق خلاص اوكي. عموما المشاهدين اللي العالم اللي مثلا ما سافرت بتروح المهرجانات، لكن العالم اللي بتسافر وفي عالم عندهم اجازه يعني قريبه فبيسافرون، فمحتارين وين بالضبط يروحون. اكيد عندهم عدد من الخطه اللي يعني نقدر نقول عنها اللي لازم هم يمشون عليها، لكن قبل ما نتكلم على هذا الموضوع ما ادري المخرج بالضبط ايش يقول لي، لكن خلينا نطلع على فاصل وبعدها راح نتكلم على موضوع السفر والاجازه والسياحه بعد فاصل. خليكم معنا. إذن من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأكيد في آخر فقرات برنامجكم صباحك وطن. مثل ما تكلمت ناهد يعني السفر، والسفر أكيد محبب عند شريحة كبيرة من الناس الموجودين. طبعا في ظل هذه الأجواء الحارة أكيد راح يكون أكثر وأكثر. راح نتكلم عن موضوع السفر، معنا في
للحديث عن هذا الموضوع فارس النعمي وهو مختص بالسياحة والسفر. صباح الخير فارس. صباح النور. الله يحييك ويسلمك. شكرا للاستضافة, واستضافة تدل على دعم للشعب السعودي. أكيد أكيد. حياك الله. حياك الله أخي فارس, وسعيدين جدا اليوم بوجودك معنا. طبعا احنا راح نتكلم عن السفر, وراح نتكلم عن أيضا خطط السفر وعدد من المحاور, لكن موضوعنا يبيله معلومات, صح ولا لا؟ أكيد. نطلع تقرير. راح نطلع تقرير عدة ناهد الأحمد, شوفه معكم ونرجع. ما إن تبدأ إجازة الصيف حتى ترى الجميع يبدأ بتجهيز حقائب سفره. تعددت أهداف السفر ومتعة السفر واحدة. منهم من يذهب ليرى أهله في بلد آخر, ومنهم من يذهب لقضاء وقت جميل بصحبة أفراد أسرته بمكان يحبذه ويختاره معهم, ومنهم من يفضل أن يسافر مع أصدقائه ليقضي وقتا ممتعا. السفر فرصة جميلة يعيش من خلالها الأشخاص أوقات إجازتهم, ومن لم يرتب خطة سفره بوقت طويل يخسر أكثر ويفقد بعض المتعة أحيانا. وسنتعرف على المعلومات العديدة مع ضيفنا بالاستوديو. إذا رجعنا لكم مشاهدينا من جديد, وأكيد مستمرين معاكم عشان نعرف معلومات كثيرة. انتهى يعني وبنبدأ حوارنا مع فارس يوم انتهى التقرير. فارس, قلنا في التقرير أن إذا ما خططت لسفرك قبل مدة تخسر فلوس كثير أكثر يعني من المفروض أنك تخسرها, وما تستمتع يعني عادي يعني يصير خط لزق وخلاص انتهى الموضوع. صحيح, أساس السفر وأساس نجاحه وأنه يكون شيء مذكور أو جميل بالنسبة لك هو أنك تخطط له وترتب له من البداية. لكن مع الأسف في ناس كثير ما يخططون, يحب الصدفة ويقرر اليوم يسافر بكرة. لا, اللي أصعب من هذا اللي يقول لك لا أنا أسافر, أهم شيء أدبر نفسي وأوصل إلى الدولة اللي أنا أبغاها ومن هناك بحجز, وهذا يكون عرضة للاستغلال بشكل كبير جدا جدا جدا. وبعد ذلك يعني يقع في مشاكل أكثر من حيث أنه ما يسكن في المكان اللي يبغاه, ما يروح المكان اللي يبغاه, ما يشوف الجوانب اللي المفروض أن أحد يقوله, مختص يقوله لازم تروح هنا ولازم تشوف هنا ولازم تأكل في المكان الفلاني. أكيد. أنت فارس كمختص في السفر والسياحة, كيف شاهدت حجم السفر لهذا العام؟ خصوصا رمضان جاء في منتصف الإجازة, فكان حجم كبير كبير كبير. كان فرصة مناسبة. الحمد لله. نقول الحمد لله. نعم, فرصة مناسبة. كان في إقبال شديد على شتى مختلف البلدان اللي السياحية اللي تجذب الساحل السعودي, وكان في ترافيك عالي. نعم. جميل. طيب الآن في عدد كبير من المكاتب السياحية, بس قد ما هي موجودة قد ما العالم ما تثق في المكاتب السياحية بقدر ثقتها بالحجوزات بالإنترنت. لما نجي نسأل عن السبب ما ندري وشو, بس يقولك لا الإنترنت أرخص. ليش هالمعلومة دائما؟ هذه معلومة رائجة. أول شيء خلني أقول لك شيء جدا مهم. عدد الناس اللي يحجزون مع المكاتب السياحية للناس اللي يحجزون الإنترنت, اللي يحجزون الإنترنت 10% فقط لا غير, واللي يحجزون مع المكاتب السياحية 90%. موضوع الانترنت له شقين, وليس يعني كما يتصور البعض, لا شقين. الشق الاول انك انت ممكن تحجز مع موقع مشبوه غير مرخص, لا معتمد محليا او دوليا, وتكون عرضة للاستغلال انك انت تعطيهم معلوماتك الشخصيه, رقم بطاقتك الائتمانيه, اسمك والى اخره, حتى لو غرك بالسعر الرخيص. هذه نقطه. النقطه الثانيه والاهم بخصوص مواضيع الموضوع الانترنت, انا اتفق انه اسهل, لكن اللي يقول ارخص ما جرب انه يشيك في وكالات سياحيه في الغالب. هذه نقطه. النقطه الثانيه واللي اهم من هذا برضو انه العمليه صارت يتوقعها سهله, احجز المكان اللي ابغاه, وهو بيحجز لمكان فرضنا ما راحه بيعتمد على اراء الناس الاخرين, لكن ما اعتمد على راي مختص, شخص زار الفندق, شخص عنده تقييم للفندق, شيء ممكن يعرف ويقول لك انه الفندق هذا مناسب لك او غير مناسب. جميل. طيب فارس, يعني احنا نشوف في البلد انه كثير من المكاتب السياحه متواجده في
في جميع أنحاء البلد، لكن خلينا يعني كثير من الناس ما يعرف مكاتب السياحة تتبع إيش؟ نعم. هيئة الطيران المدني، هيئة السياحة، وزارة التجارة. نعم. هي تتبع إيش؟ كثرة المكاتب مع الأسف ظاهرة سيئة جداً. هي تتبع هيئة السياحة. إحنا عندنا في هيئة السياحة نظام جميل جداً جداً جداً. لكن للأسف ما يطبق كما ينبغي، مما إنه كسائح أو كعميل أو كمواطن أو كمستخدم للمكاتب هذه يتضرر في المقام الأول. عندنا انتشار كبير للمكاتب الغير مرخصة، أي أحد ممكن بكرة يفتح سجل، يأخذ سجل تجاري ويفتح مكتب ويمارس العمل هذا. في النهاية الضحية هو السائح المسافر، لأن المكتب هذا ممكن يقفل أي وقت. هيئة السياحة قررت قوانين وعندها جولات تفتيشية ممتازة جدا جدا جدا، لكن لازال في انتشار كبير، عدد الوكالات الغير مرخصة أو الشركات السياحية الغير مرخصة في السعودية أكثر من المرخص لها. جميل. وهذا يخلي السائح نفسه عرضة للنصب للاحتيال، يسبب خسائر للشركات الكبرى. مثالنا اللي احنا قاعدين في السوق، اللي نصرف على جرب العميل، نحن نوفر له أفضل العروض، نصرف على راحة العميل، نحن نتابعك 24 ساعة ونتواجد، ونصرف على مصداقيتنا، نصرف على أنه إحنا نوفر للعميل الشيء اللي نقوله هو الشيء اللي يشوفه. طيب أنا كمسافر كيف أعرف أنه هذا فعلاً مرخص أو غير مرخص؟ يعتمد الترخيص نوعين. الترخيص الأول تحتاجه من منظمة السفر العالمية اللي هي الأياتا، وهذا ترخيص يعني أنك أنت تحقق طلباته شيء مش سهل، ومش أي أحد يعني ممكن يحققها. تحتاج إلى رأس مال عالي، تحتاج إلى مستثمر ذو مصداقية، ذو ذمة، ذو ضمير، وإلى آخره. الشيء الثاني والأهم من هذا، هيئة السياحة هي اللي ترخص لك كوكالة سفر وسياحة. جميل. طيب طيب خلينا نتكلم بعد يعني يمكن أخوي فارس على موضوع يعني الآن كأس السوبر في لندن، وأنت تعرف أن كثير من الناس الآن توجهوا لهالموضوع. كيف أنت شايف يعني التوجه لها، وكيف شايف أنت حتى الزحمة اللي نقدر نقول عنها اللي لندن في السفر؟ والله لندن ما تحتاج كأس سوبر عشان يصير فيها زحمة لهذه الدرجة، لكن كوجود فيها كأس السوبر بالعكس عطى انتعاشة وخلت الناس ما تسافر من بعد العيد، وتسافر على توقيت كأس السوبر. امتلاء الحجوزات في الوقت هذا واضح يدل أنه في رغبة وإقبال كبير من الجمهور السعودي. جميل. احنا طبعا في استطلاع عمل الزميل نبيل الخالد، استطلاع طبعا يكشف عن الناس اللي تبي تسافر، الناس اللي وجهت نظرها كيف حول السفر. راح نشوف معكم مشاهدينا الكرام وراجع لكم. اشوفك يعني في الصيف هنا، ما سافرت السنه هذه؟ والله توني الحين بديت في الفيكيشن، وإن شاء الله خلال 4-5 أيام أنا مسافر إن شاء الله. وين إن شاء الله؟ بإذن الله إسبانيا. يعني أنت تحب السفر؟ والله من هواة السفر. إيه. طيب ليش تحب السفر؟ يعني للمتعة ولا لإيش؟ والله أنا من الناس اللي استمتع صراحة، وإذا ما خدمتك الفلوس لا بارك الله فيها، فأنا ماخذ الوضع يعني والله بعضهم زي ما تقول أنت موضة وزي كذا، ما هي بموضة. أنا من الناس اللي يهوى السفر وأدور الأماكن اللي يعني ولا أحب أجددها، يعني أخذ الأماكن نفسها يعني أكررها مرة ثانية، أحاول أخذ المكان هذا أشوف المكان ثاني. طيب تحرص على كل سنة في الصيف أنك تسافر؟ لا والله ما هو حرص أني إذا ما سافرت خلاص آخر الدنيا، لا، بس قدر المكان أشوف وقتي وأشوف اللي، لأن أنا أداوم على حسب إجازاتي وعلى حسب الأهل. بالنسبة للجو الحين في الشرقية يحمس الواحد يطلع برا، يعني يروح بلد غربي، يروح شيء فيه جو فيه بارد او معتدل. الواحد يفكر خاصه مع ضغوطات العمل، احنا في الشرقيه بيئه عمل اغلبها يعني اللي في شركات ومصانع، واحد يروح يغير جو. بالنسبه لنا انا كشخص انا جاي من اجازه من ابها، طبعا ابها بالنسبه للسعوديه بارده. طيب كويس انك جاي من ابها. انت تأيد السفر داخليا ولا خارجيا؟ والله أيده خارجيا. داخليا كاسعار صراحه اسعار عاليه، مثلا جلست يوم في ابها 400 ريال، بحيث اني في مثلا ماليزيا اخذت لي يوم كامل ب 400 فايف ستار يعني. طيب وش رايك في فكره السفر؟ هل هي صارت موضه هالايام؟ والله مو موضه اكثر منها تغير جو، يعني الواحد يشوف حاجه غير طبيعيه اللي هو فيها، خاصه الخضار، يشوف الانهار، شلالات، مناظر كويسه يعني، وفنادق فايف ستار وعاليه يعني. والله فكرت اسافر لكن على وجه تقديمات
ما قدرت اسافر. طيب كيف تشوف فكره السفر في الصيف؟ هل هي موضه منتشره؟ والله هي غالبا موضه، العالم يعني سنويا يسافرون سواء كانوا شباب او عوائل، يطلعون يغيرون جو، والجو هنا انت عارف حار يعني. حب التغيير. ايه حب التغيير. يعني يروحون تركيا، الاردن، الاجواء البارده. انت عارف هنا درجه الحراره كم؟ هنا 50 55 توصل. ان جات السفره رحت، ما جات قعدت. طيب كيف تشوف هذه الفكره؟ هل تشوف انها صارت موضه في الصيف ان الناس اكثر شيء تحب تسافر برا؟ اي والله موضه شينه ذي، الناس ما يعترفون بالسياحه الداخليه، يروحون يسافرون برا، يعني شيء مو كويس. اذا اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وشاهدنا استطلاع فارس شفت الموضه الشينه، يقول موضه الشينه ما يحبون السياحه الداخليه. ايش رايك في الموضوع بالنسبه للسياحه الداخليه مقارنه بالسياحه الخارجيه؟ والله خلني اقول واجاوب اجابه صادقه، اي سياحه متمثله في دور رائدها الامير سلطان بن سلمان قامت بمجهودات كبيره من ناحيه التراخيص، من ناحيه تنميه السياحه الداخليه في مناطق اثريه كثيره اعتمدوها من اليونسكو، عملوا مجهود كبير. لكن انا القي اللوم في الناحيه هذه، انه دائما المسافر يبحث عن دائما السعر الارخص والمكان الافضل، لكن السياحه الداخليه لها خلينا نقول اهلها اللي يحبون الاماكن. يعني تتميز سياحتنا السياحه الداخليه عندنا انها تعتبر محافظه، سياحه محافظه اكثر من البلدان الخارجيه. لكن هيئه السياحه بخصوص تقييم الفنادق، تقييم يسمونها مراكز الايواء، المراكز الاماكن السياحيه قامت بمجهود كبير عليه. موضه شينه؟ لا ما اشوف منها موضه شينه، الامير سلطان بن سلمان الله يحفظه عنده حلم، وانا متاكد. لا هو يقول موضه شينه ان الناس تسافر برا وتخلي السياحه داخل. انا متاكد ان الامير سلطان بن سلمان يتمنى من عينه انه السائح السعودي يقضي اجازته الداخليه داخل المملكه خارجها. احنا جميعا نتمنى، واحنا نتمنى ذلك، ان احنا بكره نستمتع اكثر ببلدنا لانها جميله. موضه شينه اعتقد هذا راي شخصي. طيب اخوي فارس، لما جي الحين قبل شوي في الاستطلاع يقول لك انا قعدت 400 ريال في ابها، بينما 400 ريال ممكن اقعد فيها في فندق 5 ستار في ماليزيا. تفاوت الاسعار حتى لو هيئه السياحه يعني مسويه مثلا زي نقدر نقول عنها مراقبه، بس في اسعار بصراحه في تلاعب بالاسعار يعني. والسبب هذا قله العرض. اذا هو يتكلم على، اذا نفرض انه في مثلا 500 وحده سكنيه في ابها، لو صار في 1000 و2000 وهذا شيء، وهذا مجال نشجع عليه رجال الاعمال الاستثمار فيه، لو كان في 2000 او 3000 وحده سكنيه ما راح يكون السعر كذا. ماليزيا لحالها فيها في بعض المدن فيها اكثر من 800 فندق توفر اكثر من 30 ل 40 الف غرفه، فطبيعي السعر بيصير في منافسه كبيره. طيب حتى ترى احنا في الدمام او بالخبر انت حتى بتشوف بعض الاماكن احنا كسكان يعني نروح لها الاسعار تكون عاديه، فتره الاجازه ترتفع بطريقه احنا نستغرب يعني. بالطبع هذا موسم، وهذا موسم لشركات الطيران، للفنادق، لشركات المواصلات، للشركات اللي تخلص اجراءات التاشيرات، هذا موسم طبيعي الاسعار تكون كذا. طيب هو حق الطبيعي، بس انا قاعد اقول لك انه ما يكون فيها استغلال بزياده. يعني في النهايه المواطن البسيط له حق انه هو يطلع ويسافر ويروح ويجي بحدود امكانياته. الاستغلال خليني انا ما اقول ما اسميه استغلال، لكن بسميه لعبه ذكيه. السبب انه الفندق كل ما امتلى او كل ما زادت الحجوزات عنده رفع السعر، وذلك بيستغل ويعرف انه في نهايه الموضوع راح يصير فل في نهايه الناس اليوم. في حاجة يعني. بالضبط. فارجع واقول لو كان عندنا عدد كبير من الوحدات السكنيه بمختلف فئاتها ما راح توصل الاسعار بالطريقه هذه. انت في دبي او في اي دوله ثانيه ممكن تسكن ب 100 وممكن تسكن ب 5000. طيب جميل، احنا بكلمك في موضوع مهم جدا خصوصا للشباب السعودي. احنا نشوف مكاتب السفر السياحه غالبا، انا يعني اذا دخلت اي مكتب يعني الشاب السعودي حصل واحد اثنين بس، والباقي كله يعني من الاخوان الوافدين. يعني ليش الشباب السعودي ما هو مقبل على هذا القطاع يعني؟ ليش؟ خليني اقول لك شيء، القطاع هذا في البدايه مغري ورواتبه عاليه مقارنه بقطاعات اخرى. للاسف الشباب السعودي يشغلون وظائف اداريه، ما يكون في الخط الاول والصف الامامي اللي هو يخدم العميل، مع العلم انه دائما الشاب السعودي في مجال زي كذا له ميزه عاليه، والسبب انه العميل يحب السعودي لانه يفهمه اكثر، يتكلم لغته، يفهم احتياجاته الاسريه اذا رايح مع عائلته وكيف ممكن يخدمه ويساعده. لكن العزوف السبب هو قله التدريب، المجال يحتاج تدريب عالي، يحتاج حرفيه في التعامل مع العميل، في تلبيه رغباته، يحتاج تفرغ تام، يحتاج التزام،
ومع الأسف من البعض ما تلقاها عنده. جميل. طيب أخوي فارس خلينا نختم معك، وش نصايحك للي ناويين يسافرون حتى لو السنة الجاية؟ حتى لو السنة الجاية لا يتحمس ويحجز من بدري. لا يحجز قبل تقريبا 3 إلى 2 شهر من السفر، يكون مرتب، يبحث اولا واخيرا على المكان اللي يعطيه يلقى عنده المصداقيه، يلقى عنده الاهتمام، يلقى عنده السعر الجيد، يلقى عنده التعامل الطيب، يعرف انه انا اذا والله بكره حصل لي شيء في اخر الليل انا واسرتي والحجز ما تم مثل ما ابغى، اقدر اتصرف واقدر يقدر يساعدني، يقدر يخدمني حتى في نص الليل. جميل. طيب خليني اسالك سؤال رياضي، ايش رايك باقامه السوبر في لندن؟ فكرة جميلة، لكنها يعني ودنا لو كانت تمت إقامتها في السعودية كان أفضل. تتمنى مين يفوز؟ النصر إن شاء الله. طيب هي طبعا الله يوفق الجميع. الجميع اللهم آمين. طيب عموما يعطيك ألف عافية أخوي فارس، وشاكرة مقدرة لك، وأكيد نتمنى أن الكلام اللي أنت قلته والمعلومات أن يكون فيها من جد استفادوا منها المشاهدين بإذن الله. يعطيك العافية. إذا مشاهدينا شكرا لك بندر. شكرا. إن شاء الله الحلقة بإذن الله أو الملتقى، اي الملتقى يوم الاحد باذن الله، لذلك الحين لكم من اجمل الاوراق واحلى التحايا، اكيد في امان الله. الى اللقاء.